لو اجتك فرصة انك تختار الدور اللي بيعجبك مسلسل نار بالنار بعيدا عن عزيز، شو بتختار؟ والله كل الادوار حلوة، وانا برأيي الممثل قادر يلعب كل الادوار. اي دور لفتك؟ بس على طريقته كلهم حلوين. يعني استاذ عابد فهد دوره رائع، عمران، طارق تميم جميل دوره كتير حلو، توني عيسى دوره حلو، طبعا البطولة النسائية ان كان كاريس بشار او زينة مكة او ساشا دحدوح، كل الادوار حلوة مكتوبة يعني مبنية بشكل حلو. ما اي ممثل كانت ورقة لوتو لقاله مسلسل نار بالنار؟ مش ورقة لوتو، في كامباك حلو لطارق تميم. فعلا صار له 7-8 سنين مش عم يشتغل الدراما وموهبة رائعة. وعلى فكرة لما كانوا عم يفتشوا على دور جميل، انا اول المقترحين لطارق تميم انه يكون بالدور، لانه كثير بامن بموهبته وبحبه على صعيد شخصي، وبحبه انه يبين اكثر واكثر. بعد مشاهدك مع الممثل السوري عبد فات كانت قليله، إيه؟ ولكن انت الصراعات كانت مفصليه بالمشاهد انت وياه. نعم. بالكواليس شو يعني شو اللي اخذت فكره هيك عن الممثل الفنان؟ رائع، مهضوم، قريب للقلب، شريك بكل معنى الكلمه حقيقه. يعني اللي ما بيعرفوا يجهلوا هيك، في حس طفولي بقلبه كل الوقت. لا، عابد فهد من الممثلين يعني اللي بنفتخر فيهم بالعالم العربي. جورج، قديش تقصد المخرج انه اليوم بصور بمشاهد من المسلسل بيظهر بيك اللي هو الممثل القدير احمد كعبور؟ قديش تقصد المخرج احمد كعبور الممثل والموسيقي والشاعر الكبير، قديش تقصد اليوم انه يجمع من الفن القديم من الممثل اسم كبير بلبنان والفن الجديد اللي انت اليوم بتقدمه جورج؟ طبعا قديه في صله توصل بين اسمك واسم احمد كعبور؟ في اصرار كان من الـ مش بس من المخرج، من الجهه المنتجه، تحيه لشركه الصباح، انه تستقطب بهالعمل تحديدا اسامي حلوه. منا استاذ احمد كعبور. استاذ احمد كعبور من زمان وجاي حامل قضايا الناس وهموم الناس وقضايا الوطن والى اخره، وانا كنت سعيد جدا بالمشاهد القليله بيني وبينه، ولكن ظهوره هيك عطى إضافة كتير حلوة للمسلسل، وعطى تقل لشخصية البي ولشخصية عزيز. وحقيقة يعني كنت عم حسه، ما بدي كبره كتير، بس كنت عم حسه في بعض الأحيان مثل بي، لأنه كمان إنسان خلوق وإنسان كويس وطيب وبيعرف يتعاطى مع الناس. هل برأيك النار بالنار ومحمد عبد العزيز اكتشفوا موهبة جديدة على الساحة الفنية اسمها ساشا دحدوح؟ ساشا شاطرة، وأنا هي بتعرف أنا قايل لها هالشيء، متلاقي فيها كذا مرة، وهي صديقة لإلي، وقايل لها إنه أنت، بس هيدا الدور دور مختلف، دور هيك شعبي متدفق، دور في الكثير من الزوايا ومن المتشعب إذا بدك، وظاهر يعني محطوط اون رولييف مدفوش. وهي لعبته كتير حلو والناس حبته كتير طبعاً. فعلا وهي طبعاً. عملت دور كتير تستاهل ساشا.